متابع طبعا في هذه التغطية المباشرة لوزير الصحة الذي يشرف طبعا على يوم توعوي حول شهر رمضان والصحة أيضا. بتوجب الحذر في المجالات المتعلقة بالصيام، وليكن شهر الرحمة، شهر الصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والصدقات، لأنه مضاعف الصدقة في رمضان أحسن من أنه نلجأ إلى المسائل الأخرى اللي هي الإكثار من الملح والإكثار من السكريات والإكثار من المشروبات الغازية وغيرها اللي هي الضر. ربما الإكثار من قراءة القرآن أحسن من إكثار من الزلابية والقلب اللوز وهذه الحوايج اللي يضروا، يعني هذو أشياء ما من الأحسن نبعدوهم. إذا الحملة تنطلق ونحن متأكدون أنها ستصل إلى النتائج المرجوة. فقط بين قوسين que ce soit au niveau du CHU, les services d'urgence sont mobilisés pour la prise en charge. On espère bien de ne pas du tout y arriver. Et les services de proximité sont là pour donner plus de conseils et d'orientation. Il est tout à fait indispensable que le malade ou celui qui est de bonne santé écoute le médecin quand il s'agit du jeûne et non pas d'aller faire des interprétations personnelles ou se référer à des références qui ne sont pas nécessaires liées à un connaisseur de la santé. Le mieux placé pour cela, c'est bien le médecin traitant et le médecin qui donne conseil par rapport à Ramadan. نتمنى للجميع إن شاء الله رمضان مبارك، رمضان الخير والعافية والمغفرة، وأن تزداد في شهر هذا الرحمة الحسنات وتكثر الصدقات وتنقص المأكولات. شكرا لكم. تابعتم معنا أيضا مشاهدينا الكرام كلمة وزير الصحة عبد الحق سايحي الذي يشرف طبعا على يوم توعوي حول رمضان والصحة، حيث قدم بعض الإرشادات طبعا في هذا السياق. نعود مشاهدينا الكرام لنواصل النقاش مع الأستاذ أمين بن